صباح الخير عمي. صباح الخير عمي ابو حاتم. امين امين. صباح الخير. خير عمي ابو حاتم، ليش بعت ورانا؟ في شيء؟ عدو ابي عدو. خير عمي ابو حاتم، والله شغلت لي بالي. انتو سمعاني شي خبريه عن خالكم ابو شهاب؟ لا والله عمي ابو حاتم ما سمعنا شي. انت عندك شي خبر عنه؟ كيف اختفى وما حدا بيعرف عنه شي؟ هيك وصلت الاخبار يا عمي. قولي عليكي يا زهر، قولي عليكي، شلون اختفى؟ انشقت الارض وبلعته. يا ريتني مت قبل ما اسمع هالخبر، يا ريتني مت. قولي علي ان شاء الله يا مو. مش عن الله طولي بالك، ما بصير الا الكاتب ورب العالمين. اهدي شوي. قولي عليكي يا زهر، قولي عليك. عدي مو عدي. مرحبا اخي. اهلين بورا. امي هون ولا عم تفتك دلال؟ لا جوا. فوتوا يلا فوتوا. يلا فوتوا امي فوتوا. مرحبا خالو. اهلين خالو. الله العظيم. يا شو بقى اللي بخلقتهم على بكرة الصبح؟ تعي امي تعي. اوعك اوعك تخبر شريفة هيك خبرية يا ابو حاتم، الله وكيلك بتروح فيها. بنتك لازم تعرف، لازم تعرف انه جوزها اختفى، وان ما عرفت اليوم بدها تعرف بكرة. معلش ابن عمي، خليها تدرى بعدين احسن. مالك شايفها تعبانه بحبلها وعم نداريها مثل العين الرمدانه؟ يعني شلون اخوها لما عمي اختفى وما عاد له اثر؟ الله اعلم، هي ما دخلت عقلي بالمره. يمكن صاير له شيء وما بدهم يحكوا بالعلن. صار له شيء؟ فمثل شو؟ يعني بجوز تقوص ومات. ما بعيد الشر، لساته شاب مثل الورده. والله يا حبيبتي عزرائيل، لما بده يجي ليقبض الارواح ما بيعرف هذا كبير ولا صغير. ليكو ابي توفى وهو ما قطع ال 35 من عمره. يا جماعة يا جماعة. نعم شيخي تفضل. خلونا ننسى أمر أبو شهاب هلا، لأنه أمره بيد رب العالمين وما بنعرف عنه شيء. والأهم إنه نبدأ نستلم المونة اللي راح يدخلوها أبو النار وأبو صياح والشباب اللي معهم من بيت مزكي الداي. مشان هيك لازم نصم الأمر بيناتنا، لأنه جماعة كتر خير هون راح يباشروا بالمونة من هلا. من بعد أمرك مولانا. تفضل أبو حاتم. أنا بشوف إنه نقسم حالنا لمجموعتين. جماعة بفوتوا المونة لبيت أمزكي الله يذكره بالخير، والجماعة التانيين بياخدوا المونة من بيت أمزكي وبيوزعوها على بيوت الحارة بيت بي. وشباب الحارة ما شاء الله حولون ما عم يقصروا، عم يحرسوا الحارة من أي طارق. يلي عم تحكوا مظبوط، الموافق يرفع إيده. هاي رفعنا. شو أبو قاسم مالك موافق اللي حكيناه؟ لا 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 شيخي، انا موافق على كل شيء بتقولوه، بس كنت شارد شوي. يام حاجتكي مشان الله، شوف عينك شو خوفه من البكاء. شو بدي اعمل يا بوران، شو بدي اعمل؟ من وقت اجاني الخبر الصبح وايدي تربطي. يلي بيجي من الله يا محلا، يا مطالع بايدنا غير انه ندعي له ونسلم امرنا لله. يا مو بوران، لا تجيبي سيرة قدام هدى ولطفية. ليش يا مو؟ بتعرفي لطفية بتلت وبتعجن كتير وبتعمل من الحبة قبة مثل أمها. القهوة. تسلموا إيديكي مرت أخي. وإيديكي بوران. شو بدي أقول لك، وين الأولاد؟ عم بيلعبوا ساعات بأرض الديار. شو بها مرت عمي كأنها بكيانة؟ ما بها شي، لا هي هيك مرشحة. مرشحة؟ مع عافية مرت عمي. الله يعافيكي. اعمل لك كاسة يانسو؟ اعملي اللي بدك اياه. اي حاضر. يانسو هيك لكان، معناتها مثل ما قلت لك مزبوط، ابو شهاب مات وما بدهم يحكوا. وليه لطفية؟ نحنا ما دخلنا بشي ولا سمعنا شي، فهمتي؟ يو دخيلك. ايه فهمت. سليم دير مالك على صغيرة. داير بالي عليها. ايه الله يرضى عليك. جميلة شو بكي مبوزمة من على بكرة الصبح؟ والله ما بعرف يا مرت عمي، كتير حاسة حالي مخنوقة. بس انتي مخنوقة يا جميلة، كل الحارة مخنوقة، ما حدا عم يقدر يطلع او يفوت عليها. هي انا ما عم بقدر روح لبيت اهلي، ابي تعبان وامي يا دوب تقدر تقوم. اي والله والله اذا صار لهم شيء بدي جاي. لا مرت عمي، بعيد الشر عن قلبهم، ان شاء الله ما بيصير الا الخير.
والله يا جميلة عم بدعي ليل نهار الله يفرشها على هالحارة. قلبنا ما بقى يتحمل هم وغم. بكفي الشباب اللي راحوا. الله يرحمهم كلهم. مرت عمي، شو رايك نروح نزور خالتي ام ابراهيم ونطمن عليها؟ قصدك تشوفي اختك دلالة يا ملعونة؟ اي والله يا مرت عمي، حاكي من بارح ما رحت زرتها وبالي كتير مشغول عليها. طيب جميلة، هلأ منخلص شغلنا ومنروح. قومي تقبريني، حوصي لك حوصة مشان نروح بسرعة. هنيا لك، هنيا. الله يهنيك. تعرف لك عصام؟ خالك ما كان لازم يطلع برات الحارة لحالي. لك شو عم تحكي لك معتز؟ خالك أكيد حاسبها منيح قبل ما يطلع من الحارة. بعدين هو حيا يرزق، وأنا متأكد إن الكلام مثل ما أنا شايفك قدامي. يا لطيف شو قلبك بارد يا عصام؟ يا لطيف شو قلبك بارد؟ لا أخي، أنا قلبي مو بارد. بس أنا عم بحكي هذا الكلام لأني بعرف خالك أبو شهاب مزبوط وبعرف كيف بيفكر. طيب تقدر تقلي وينه خالك أبو شهاب؟ ليش اختفى هيك؟ أكيد عم يحضر لشي كبير كبير كتير لحتى يفاجئ كل الناس وأولهم الفرنساوي. عن حالك عصام؟ أنت متأكد؟ معلوم متأكد، وبكرة الأيام رح تثبت لك أنه كل كلمة قلت لك ياها مزبوطة. قول إن شاء الله عصام، قول إن شاء الله. اصلا مو الحق عليك، الحق علي لاني اخذت وعطيت معك. يا عيسى تحسين شلون صرتي اختي؟ الحمد لله منيحه. يلا اختي قومي كلي، هي انا وحميده حضرنا لك اكل خفيف مشان ما تتضايقي منه. ما بدي اكل، وجع على بالي. ما بصير هيك، يعني شلون ما بدك تاكلي؟ قلت لك ما بدي اكل، شو غصب عني؟ ايه غصب عنك، اذا مو مشانك مشان الولد اللي ببطنك. اذا انت مو جاي على بالك تاكلي هو شو ذنبه؟ قومي حبيبتي قومي بس لقمه، الله يرضى عليك. حاجه دلالته قبريني انت. ما اجى ابي، اجى وراح ما طول. ما وصلت اخبار عن ابن عمي؟ لا والله ما بعرف، يعني لو في شي كان قلنا ابوكي مو هيك حميده؟ مبلا ما وصل منه شي. هلأ من كل عقلك اختي اكل هم صهري؟ وشلون يعني ما اكل همه؟ لانه ما بينخاف عليه. وليش حتى ما خاف عليه؟ مانو بني ادم؟ مانو بشر؟ ابن عمي عدوينه كتار، والله اعلم مين ناويله عالشر، هاد غير الفرنساويه اللي حاطينه براسه. شو يعني يا ابني؟ ما في امل بشفائه؟ والله يا مولانا انا عملت اللي علي، بس الظاهر انه جسمه ما عم يتجاوب مع الدواء اللي عم بعطيه. شو يعني حكيم؟ يعني يا عمي أبو حاتم خاطر مصابح ماسي. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وما المرء إلا بإخوانه. قوموا خلونا نزور أبو خاطر، ضروري نكون معه بهاللحظات هاي. وانت قلت سيدنا معيتك. وخلونا نخبر أبو بشير وأبو مرزوق يروحوا معنا. ماشي شرفوا. شرف عمي. تفضلوا. نحن حبينا نزورك ونطمن عليك وعلى خاطر يا أبو خاطر. بارك الله فيكم. خير ابو خاطر؟ شبك في شيء؟ تعبان شيء؟ لا شيخي ما في شيء. دخلك شو اوضاع الحاره خبروني. ما بدي احس حالي قاعد بين اربع حيطان وما عم بدرى بشيء، ولا لاني صرت عاجز ما بتاخذ بشوري. لا يا ابو خاطر لا، انت معلمنا وتاج راسنا، وهلا رح نحكي لك كل شيء عم يصير عنا بالحاره من طقطق لسلام عليكم. وهي عمك أب بشير هلا بيحكي لك. ولا همك أب خاطير، رح نحكي لك كل شيء. خيرية؟ خيرية؟ خاطر حرك إيده. شو زهرة؟ شو عم بتقولي؟ عم قلك خاطر حرك إيده. زهرة؟ يعني؟ مو معقول، كيف حرك إيده؟ والله العظيم يا أختي شدلي على إيدي. زهرة؟ يعني انت اللي تكوني عم تتخيلي؟ اختي والله العظيم عم قلك حرك ايده. زهرة رياض هود بسرعة. شوفي خاطر ابن عمي شدلي على ايدي. شو عم تحكي انتي؟ الله وكيلك. ولك روحي الله يبشرك بالخير. لروح له للحكيم حمزة معناتها. كير انت وأب سليم بتاخدوا 3 أكياس طحين على الفرن وبدربك بتمر على أبو طه وبتفيقوا بتشتغلوا بعدنية بكرة. شو كمان؟ بأمرك يا حبيب بأمرك. الحمد لله على فضل الله. شو أبو حاتم؟ أيدت كل شيء إجانا الحمد لله بكفوا.
عظيم. معتز الله يحن عليك، بتعين لي واحد يحرس البيت مشان ما تصير له سرقه كاينه ماينه. ما في مشكله، خلونا نمشي لكان. يلا شرف سيدنا شرف. الله يعينك. السلام عليكم. خاطركم شباب. نعم يا ابو حامد. يا ربي الله يحميكم. صحيح، شو رايك انت تضل هون تحرس المونه؟ مشي مشي يا ابو العز، اعتبره صار. بسم الله الرحمن الرحيم، ياسين والقرآن الحكيم، إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم، تنزيل العزيز الرحيم، لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. خاطر، ألف الحمد لله على السلامة. سمعان ما هيك؟ خاطر؟ رياض؟ رياض؟ شو في؟ قوم شوف خاطر فاق. خاطر فاق؟ يا ربي دخيلك خاطر. الحمد لله على السلامة، الحمد لله. نروح خبر عمي أبو خاطر. موجوع يا حكي موجوع. احكي لي كل شيء، مش وحاسس. الحمد لله، الحمد والشكر لك يا رب. انا ما حبيت شيء من الدنيا غير انه ابني تعافى ويطيب. الحمد لله عمي بخاطي، ان شاء الله باذن الله حيتعافى ويطيب. انا رايح اخبر زهره وخيريه. الحمد لله. شيخ عبد العليم، شيخ عبد العليم. خير ابن رياض، شبك راكض وعم تلهت؟ خاطر فاق شيخي، خاطر فاق. الحمد لله على ما قضى، واذا مريضت فهو يشفين. رب العالمين ما بده يضره يا الحمد أبي. لله. انا رايح خبر شباب الحاره رح يفرحوا كثير. وانت شيخي خبر عمي بحاتم الله يمد لنا بعمره. لك لك رح خبره. ماشي شيخي. السلام عليكم. السلام ورحمه الله. الحمد لله رب العالمين. Hey! Hey!